السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. في اللقاء هذا إن شاء الله راح نشوف كيف راح نحط إضاءة على مشهد داخلي عندنا. فيها أنا عندي جبت أنا غرفة أو يعني بيت تقريبا، وفي جوا غرفة أنا بدي أعمل إضاءة للمشهد الأمامي هذا، بحيث إنه يطلع في النهاية حاجة بيشبه الكلام اللي هان. يعني هان فيها إضاءة هان محطوطة، هان في شمعة عليها إضاءة، هان في مشهد أو على الطاولة في شوية إضاءة، الحيطان هدول ضويين، والشباك داخل منه إضاءة وجاية على الأرضية اللي هان. بدي احاول اعمل حاجة زي هيك. عشان اعمل الكلام هذا راح اجي على مشروع جديد واجيب المجسمات تبعتي. انا في عندي مجسم الغرفة تبعتي، الان مجسم الغرفة هذه تبعتي اللي الخامات موجودة هنا، والمجسم كمجسم موجود هنا. راح امسك الاثنين هذولا واسحبهم جوا المشروع تبعي، بلاش استوردهم. الآن بدي أحطهم وأحط الخامات عليهم، بعدين وأجهز الغرفة قبل ما أبلش أضيف الإضاءة اللي عندي. أوكي، هذا المبنى تبعي في الغالب أنا راح أضربه في 10 عشان أضاعف حجمه. هي أبلاي، أحطه هان عندي في المشهد، وفي الغالب أنا بحط بحاول بحب أحطه في موضع الصفر تبعي. طبعا موضع الصفر مركز الدوران عندي في النص، وبالتالي وجهة تحت الشبكة تبعتي. أنا ممكن أعدلها هيك زي هيك، خلينا أشوف وأرفعه للمشهد اللي هنا. لا ما ارتفعش الشبكة حاجة زي هيك، خلينا أكبر عشان أشوف وأقعده على الأرض، أريح إلي في الشغل بس نفسيا. يعني الآن بدي أضيف عليه الخامات، بدي أضيف على المجسم تبعي هذا الخامات. لو انا اجيت طلعت على الخصائص تبعت المجسم تبعي على الماتيريال زي ما بنعمل عادة، بنلاقي خانة التكتشر هان طافية، معناته انه المجسم هذا تبع وخانة الماتيريال ضاوية، معناته انه المجسم هذا يحتوي على خامات، لكن الصور اللي في الخامات مش موجودة. مش قضية، لان انا في الملف تبعي مش مضيوفة، لكن عندي موجودة هي هنا، هي الخامات تبعتي. على العموم انا دائما متعود اروح اعمل هنا كرييت فولدر واسمي مجلد ماتيريال بهيك شكل، وخليني انا افرغ الخامات اللي جوا واسميها، نعمل مجلد تاني جوا برضو هي كرييت فولدر واسميه روم، وجوا المجلد هذا راح احط فيه الخامات والتكتشر. يعني تكتشر ملف التكتشر اللي هنا مش عايزه ده يكون هنا، راح اعلم على كل الصور اللي عندي هنا من باب الترتيب، ده كله بس للترتيب. وراح امس افتح الماتيريال اللي عندي هنا، وكلهم هذول راح احطهم فيه الروم اللي عندي. اذا وخامة والمجلد هذا صار فاضي، فأنا محيته ديليت. الآن راح أروح على الماتيريال وأقول له آه، فطلع لي الماتيريال، طلع لي الخامات الموجودة في المجسم تبعي، وحط لي إياها وين؟ في المجلد اللي اسمه ماتيريال، في المجلد اللي اسمه روم. الآن طلع لي الخامات. لو إجيت على هنا راح ألاقي هاي الخامات تبعوني، هاي في عندي خامات وفي عندي الصور راح تركب على الخامات. الآن لو علمت على اي خامه، خلينا نعلم على الاول، راح نلاقي ان الخامه فاضيه، هو مش رابط الصوره بالخامه، ما عنديش مشاكل. هذه مثلا البيدو، هاي هذا البيدو مباشره، يعني اللون الكلر يعني، هاي راح احطها هان. هذه امبيد اكلوجين اللي بتيجي في الاكلوجين هنا، هذه ميتالنس المعدن، هاي المعدن، وهذه النورمال اللي هي هاي النورمال اللي هي بتعطي احساس البروز. الرفنس مش راح احطها، نفس الكلام على الخامه الثانيه. راح اجي هذه هنا الاكلوجين اللي هي بتعطي شبه ظل المجسمات تبعتي، هذه الماتيريال الميتالنس، وهذه النورمال. نفس الكلام راح امسك كل الخامات واربط كل خامه بالصور تبعونها، هذا اللون، هذا الامبيد اكلوجين، هذه الميتالنس، وهذه النورمال. ضيلنا يعني اكم من خامه، خلينا اعود اعملهم. هي هذه هان، وهذه على الاميد اكلوجين، وهذه على الميتالنس، وهذه على النورمال. مباشره الخامات بتصير عليها بتبين يعني انها اخذت الالوان تبعتها. هي هذه هان، وينك يا اكلوجين، ميتالنس، وهي النورمال. ضيل لي اخر واحده اعطيه هذا الكلام، وطلع احنا لو لاحظنا ان الغرفه قاعده بتتلون معي. هي الاميد اكلوجين، ميتالنس،
المعدن يعني، وهذا الرفنس اللي هو البروز. لو جيت هنا الآن المجسم صار تبعي جاهز وفي عليه الخامات تبعته. الآن لو أنا اجيت هنا، لو هذا مش مبين عليه أنا بنفع بس أغير فيه، مثلا أغير في أي قيمة، خليني أحط مثلا 9 وأبلاي، ظهرت الخامات اللي هان. خلينا ممكن أراجعه، المهم أن أعمل ريفريش للمجسم تبعي، صار موجود عندي. هاي المشهد تبعي. بهيك شكل. الآن إيش أنا عايز أضيف فيها؟ أنا كمان شمعة بدي أضيفها. خلينا أروح أجيب الشمعة وأضيفها عندي في المشهد تبعي. وينك يا شمعة؟ أي كاندل. نفس الكلام بالضبط، راح أجيبها أعمل أمسك التنين هذول وأسحبهم جوا اليونيتي. الآن بجيب المجسم والخامات تبعته، الخامات تبعت المجسم تبعتي. راح أمسك الماتيريال هنا واعمل جنبها كرييت فولدر واسميه كاندل، وجوه الكاندل هذول راح امسك الصور اللي هنا كنترول اي واقول لهم لو سمحتوا انتوا روحوا جوه الكاندل. وصار المجلد هذا فاضي مش عايزه، هاي ديليت. وامسك هذا اعمل له سكيل بقيمة 3، هاي ابلاي. ايش بدي اعمل له؟ بدي اطلع الخامات تبع كمان منه. راح الاحظ انه التكتشر فاضي لانه مش محتوي المجسم هذا على الصور، الصور جات لحالهم لكن في عليه خامات. راح اقول له اعمل اكستراكت للخامات في نفس المجلد تبع الكاندل اللي بنشتغل عليه. الان لو حبينا نعمل ريفريش اي حاجه، مثلا هاي 2 ابلاي ما ظهرش معنا، طيب هاي رجعها 3 ابلاي في ريفريش، هاي شكله مش ظابط لكن تعال حطه هنا. وينك يا خامه؟ خلينا نكبر. هاي الشمعه تبعتي. طيب عشان اضبط مكان الشمعة خلينا اروح زي هيك، اسف كنترول زد، وهي المشهد تبعي اكبره واقول انا بدي اروح على الواير فريم عشان اشوف. المفروض الشمعة تبعتي تبقى على الطاولة، هي الطاولة تبعتي تقريبا هان. اجي على الارتفاع، هي نازلة تحت، اقول لها لو سمحتي ارتفعي لفوق. الان اروح على الشيد تبعي واجي اشوف المشهد زي ما كان، حرف الاف، هي الشمعة تبعتي برضه مش واخدة خامات. ليش؟ حكوا عليا يعني، بس انا مش واخدة خامات ليش؟ لان انا روحت شربت الخامات تبعتها. اروح على الكاندل، هاي الخامة تبعتها اللي مربوطة فيها لكن مش حاطط الصور عليهم. بلش احط الصور، هاي هذه هان، هذه ايش ميتلنس، خلينا اتأكد، هذه ايميشن اللي هي فيها عليها اضاءة، علم على هان. وينك يا ايميشن؟ خلينا نشوف وين الايميشن. طيب خليها لبعدين. هذه ايش تبعت ايش مكتوب عليها؟ هذه ميتلنس، علم على الصورة اللي هان عندي. وهي هذه ميتلنس، وهذه النورمال، وهذه من شكلها رفنس، راح نسيبها. هاي الخامة، الخامة اللي عندي. طبعا احيانا بيجي بيقول لك النورم اعمل له فيكس، لانه الان الصوره بنخلي بنغير من خصائصها عشان تبقى نورمال. على العموم الايميشن هيها، راح افعل الصح هذا وامسك الصوره هذه واحطها هان. ايميشن انه هو في اماكن في الصوره مضيئه شويه، وراح الاحظ انه هي الشمعه تبعتي. خليني بس عشان اوسع هذا هيك، هي الشمعه تبعتي. هي المشهد اللي الشمعه طالعه لفوق شويه صغيره، خلينا ننزلها. وهيك انا عملت المشهد تبعي وجاهز علشان انا اضيف الاضاءة تبعتي. هذا اللقاء، هذا ان شاء الله راح نشوفه في اللقاء الجاي. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.